عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد على قناة رحلة البلاد وفوائد جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نتكلموا على الزيدول البري أو العتام كما يسمى باللغة العربية أو ما يسمى عندنا بالدارجة المغربية بالزبوج. نعطيو الفوائد ديالو العديدة والكثيرة. كما تعرفوا هذا الزبوج ولا الزيتون البري كيمتاز بواحد الفصيلة ديال الزيتون ولكن هو رقيق شوية. الأجداد ديالنا ونعطيكم مواصفات الأجداد وفين كانوا كيستعملوها إن شاء الله. الأجداد كما كنتم كتعرفوا كانوا كيستغلوا هذا الزيتون البري أو الزبوج في السواك، كيستخرجوا منه السواك وكانوا أيضا كيستخرجوا منه النجارة من الكيس العواد ديالو، كيصاوبوا منه العكاكز وأيضا المحرض ديال الخشب وعدة أشياء، كراسة وعدة أشياء كانوا كيستعملوهم من الخشب. وأيضا كان كيعالجوا به الأمراض لحقاش كان داك الزبوج كان كيتواجد في المناطق الجافة، المناطق اللي ما فيهاش الماء بزاف، وكيستعملوه في عدة أشياء طبية لحقاش هو كما قلنا الزيوت ديالو أيضا وأوراقه عنده واحد المميزات ان شاء الله غادي تعرفوها في هذا الفيديو. وما نطولش عليكم باش نعطيكم الفرق ما بين الزيتون البري او العتام او الزبوج، ونعطيكم ايضا الفرق ما بينه وما بين الزيتون العادي. كما كتشوفوا اخوتي دابا نديروا المقارنه ديال الزيتون والزبوج او العتام او الزيتون البري. في الصوره اللي على اليسار فهو اللي من عفوا فهو الزيتون البري او العتام او الزبوج. الصوره اللي على اليسار فهو الزيتون العادي اللي كنعرفه. الفرق بما بيناتو هو ان الزيتون البري تيكون الحبوب ديالو رقيقه بزاف، اما الزيتون العادي فهو تتكون الحبوب ديالو غليظه بزاف. وكذلك الاوراق ديال الزيتون العادي كتكون طويله وغليظه، اما الزيتون البري فتتكون الاوراق ديالو قصيره وصغيره. هذا هو الزيتون البري ولا العتام كما كتشوفوا في الصوره اخواني اخواتي. في الفوائد ديالو عديده وكثيره اللي غنطرقوا لها في هذا الفيديو ان شاء الله. كما كتعرفوا راه حتى العود ديالو له فوائد والاغصان ديالو لها فوائد والاوراق حتى هي لها فوائد. فالفوائد ديالو اللي كثيره وعديده نذكرها في هذا الفيديو. بغيت نذكر بعض الحاجات اللي كانوا كيستخرجوا من العود، وانه كانوا كيقدوا به السواك وكيستعملوه في النجاره، وايضا كيستخرجوا منه القطران. القطران كما كتعرفوا اخواني اخواتي كيستخرجوا القطران من هذه الشجره المباركه اللي غادي نعطيو ان شاء الله معلومات قيمه عنها وفوائد ديالها والوصفات اللي كانوا كيستعملوها ان شاء الله في هذا الفيديو. نخليكم حتى الاخر فيديو باش تشوفوا الفوائد ان شاء الله بحول الله. نبداو بفوائد ديال الاوراق ديال الزبوج او الحيتام او الزيتون البري. هذا باش نعطيكم الوصفه، نعطيكم الفوائد ديالو، نعطيكم الوصفه كيفاش ديروا ليه. الفوائد هي الاولى، كيخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيء. الناس اللي كتعاني من ضغط الدم ومستويات السكر فهاد الوصفه ان شاء الله نعطيكم فهي رائعه جدا. كيحسن ايضا مستويات السكر في الدم، وانا كنعاني من داء السكري وكنستعمل الاوراق ديال العتام وكتكون النتيجه مذهله. وكيكافح ايضا السرطان. الناس اللي كيعانيو من بعض السرطانات اللي كتكون على حرف البدايات ديالها فهو كيقوم بالابطاء ديال نمو الاورام السرطانيه. كيحسن ايضا وظائف الدماغ، كيحسن الهضم، تحسين الهضم. الناس كتعاني بزاف من هذا المشكل، فاوراق العتام او الزيتون البري فهو كيحسن عمليه الهضم والتخفيف من اعراض ديال تيكون بنادم منفوخ والغازات والامساك، وكيقضي على البكتيريا اللي كاينه في الامعاء. كيسكن ايضا الالام، وكيحسن ايضا مظهر البشره، وكيحسن وتيره عمليه الايض، وكيعز صحه الجهاز المناعه بسبب الخصائص اللي فيه اللي مضاده للاكسده اللي كيملكها الاوراق ديالو. كيعالج ايضا مشاكل في المعده
للناس اللي كتعاني من الاسهال ومن هذاك السين اللي تنقولوا ليها ولا الحنش اللي تيكون فداك، فهو يقضي على جميع البكتيريا والفطريات اللي كتتواجد في المعده. كيعالج ايضا الدوخه والدوران، وكيتفاعل مع بعض الادويه اخواني اخواتي. فالوصفه كالتالي، انا اعطيكم الوصفه كالتالي: كنهزوا اوراق العتام، كنغسلوها مزيان، وكنغليوها في الماء حتى تطيب، وكنستعملوا الماء ديال هاد الوصفه لمده اسبوع اخواني اخواتي، فغتشوفوا ان شاء الله النتيجة المذهلة لهذه الأوراق اللي الناس ما عطيناش الأهمية، أوراق العتام أو الزيتون البري أو الزبوج. أيضا ممكن نستعملوا أوراق الزيتون، اللي ما عندناش زبوج نستعملوا أوراق الزيتون العادي، لكن أوراق العتام لها فوائد أقوى من الزيتون العادي إخواني إخواتي. دابا إن شاء الله غادي نمروا الفوائد ديال الزيت العتام. كما تعرفوا العتام او الزبوج قليل في العالم، لذلك السعر ديالو غالي شويه على الزيتون العادي. والزيتون ديال الزيتون البري او الزبوج راه هي غاليه على الزيت العاديه. نقول لكم علاش غاليه الزيت العتام على او الزبوج على الزيت الاخرى. لحقاش هو اصلا رقيق، وخا تسو الشجره ما شحال فيها تكون والده الحرة تعطيك قنطار، ومثلا ديك القنطار هذا القنطار يخرج لك بجوج درو ولا ثلاثه يطرو في القنطار. اما الزيت العاديه فهي كتخرج الى قنطار واحد ممكن يعطيك حتى 20 يطرو حتى 24 يطرو في القنطار اخواني اخواتي. داكشي علاش الزيتون العتام غاليه لقله العتام ولصعوبة استخراج الزيوت منها إخواني أخواتي. دابا نمروا مباشرة إلى فوائد زيت العتام أو الزبوج أو الزيتون البري. دابا نمروا الفوائد زيت الزيتون البري مباشرة إخواني أخواتي: كيعزز صحة القولون. القيم الغذائية اللي في هذا الزيت كتخلي صحة القولون جيدة، وكتحميه أيضا من خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدا، وكتحسن أيضا صحة البشرة والشعر والأظافر، وكتنظف أيضا الكبد من السموم، وكتساهم بشكل كبير في فقدان الوزن، وكتقوي عمل الجهاز المناعي، وكتحميك ايضا من حمايه القلب من الاصابه بالامراض المختلفه، وكتخفض ايضا مستويات الكوليسترول المرتفعه، وكتقلل من خطر الاصابه بالالتهابات، وكتقلل ايضا مستوى السكر في الدم، وكتعزز صحه الدماغ اخواني اخواتي. لكن الوصفه شحال من واحد تيقول لي الوصفه هو انك تشرب جوج معلقات ديال العتام يوميا لمده تقريبا 15 يوم. يوميا تشرب جوج معلقات الزيت على الريق. يتم تناول ملعقتان من زيت العتام يوميا على الريق قبل الافطار اخواني اخواتي. وعيدوا مره اخرى: فزيت الزيتون او زيت العتام كتخاض على الريق ملعقه، وغادي تشوف تحسن ديال الصحه ديالك اخواني اخواتي. اللي كنتي كتعاني من شي مرض من هادو اللي ذكرت، فانك ان شاء الله غتحس بالتحسن ان شاء الله. انا هضر على تحسين صحه البشره شويه. من اهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق انه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام، حتى يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة. وأيضا الناس اللي كتعاني من الروماتيزم، هاد المسألة هادي ما ذكرتاش الفوائد ديال الروماتيزم إخواني أخواتي، فكتدلك البلاصة اللي فيها اللي كتضرك
البلاصه ديال المفاصل، التهاب المفاصل هو الروماتيزم. غادي تبقى تدلك ديما ديك البلاصه بزيت العتام وغتشوف النتيجه ان شاء الله غادي تكون رائعه وغادي تحسن بواحد الطريقه ما كنتيش ظنيتها تحسن. فالام ديالي كانت تعاني من هذا المشكل وكانت تدهن بالزيت العتام لمده تقريبا 15 يوم وكتحسن مره كيرجع فيها الالم وكدير زيت الزبوج وكتحسن الوضعيه ديالها. اخواني اخواتي، بغيت نشارك معكم هذه الفوائد وهذاك الشيء. نتمنى اي واحد شاف الفيديو ما يبخلش عنا يشاركوا مع الاصدقاء والاهل والاحباب باش تعم الفائده والاستفاده ايضا. ما تنساوش اخواني اخواتي، الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا الفيديو في القناه تشاركوا في القناه ديالنا ودعمونا بزر الاعجاب باش الفيديو يطلع الناس اخرين ويستافدوا الناس اخرين ان شاء الله. يلا نخليكم على امان الله والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.